الطفلة خديجة عمران بنت 8 سنوات وهي من محافظة عمران شمال اليمن. هذه الطفلة استطاعت جذب ولفت الأنظار للكثير من جمهور عاصمة حضرموت مدينة المكلا في مشاركتها الرائعة بمهرجان كرنفال حضرموت الترفيهي الذي احتضنته ساحة العروض بالمنصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. تميزت هذه الطفلة بأدائها وصوتها الممتع على خشبة المسرح وبألوان الفن المختلفة من الصنعاء والحضرمي والخليجي والمصري والعراقي وغيرها من الألوان الغنائية الفنية التي تتقنها هذه الطفلة. ما يميزها أكثر هو ثقتها الكبيرة بنفسها وجرأتها في الوقوف على المسرح رغم حداثة سنها. خديجة عمران الطفلة المبدعة التي يطلق عليها لقب أميرة الفن والإنشاد لديها طموح كبير يراودها من بداية انطلاقة برنامج The Voice الذي يقدم على شاشة الـNBC في الصعود والمشاركة فيه خلال العام القادم، كونها تمتلك صوتا وأداء وثقة بحجم ثقة الكبار من الفنانين والمنشدين على مستوى الوطن العربي. لقناة المكلا فادي حقان.